ليكيب اللايك الباه ضربنا بآريني واحد فينا ما كان يستنى فيها تيان بياجي ليكيب هاد يوم يقولوا بلي يحتفلوا بالبارتنرشيب تاعهم مع البالون تاع فرنسا ولا مع بياجي مازال ما كونفيرميتش مي راهي وحده من الزوج صراحه ليكيب لي ديتاي تاعها انا بيرسونال نعطي لها 9/10 شوف كيفاش جايه لي كولور شغل متناسقين في لسان مكتوب اي سي سي باري وكاع هادي خاوتي ما دير بيا نشوف عليكم كاع في لي كومونتير وقتاش تخرج ما حطوش لادات كاو نشوفوها لو 26 مارس بيسكين اير ماكس داي بصح لادات ما تحطش حطوا لنا غير تصاورها البارح ثاني عندنا تيان هادي تحطت تخرج في 2024 كيف كيف ما فيهاش لادات ماش تبان لي حاجه كبيره وعندنا في باري ليكيب شتو لي تيان انا نستناو فيهم الباندا البلاك اورانج الباتل بلو دراكيلا والكاربون تاني تحطت عندنا في اليوكي وزاد تحطت في باري البارح تقريبا كاع خرجوا ليكيب نقول لك ايمن يعطيك الصحه على الفيديو تاني كاين واحد تيان شغل ضحك شويه خليني نوريها لكم في الفيديو الجاي بس اليوم انا حاب نشوف نوريها لكم غير هكا من بعيد هذه في الفيديو الجاي ان شاء الله نحكوا عليها اليوم انا حاب نشوف لي كومونتير على تيان بياجي خاوتي من 1 ل 10 سلام.